واحد أجرة الخطية موت، اثنين توب، تلاتة عشان الفداء بس. كل كنيستنا بتخدم على دول. خلي بالكم ما فيش حد النهاردة يجي يقول لربنا أنا ما عرفتش أبقى قديس. لما أنت قلت كونوا قديسين أنا ما عرفتش، ما خدتش بالي، ما سمحتش، ما فهمتش. لأ لأ، ده مرة ربنا بيقول له هتكونوا قديسين، قال له يا رب ما اقدرش، قال له طب اخليك قديس وانت تحافظ عليها بس. هو ده اللي احنا شغالين عليه، هو ده اللي احنا شغالين عليه. احنا قديسين، كل اللي بتعمله الكنيسة وبنعمله من جهادات وتوبة وكله للحفاظ على القداسة التي اودعها الله فينا. نقول الآية مع بعض، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم ونفس تكفى. هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أهو ما خلي بالكم، أقرب حد وأجمل حد يعرف يبقى قديس المسيحي بس، عشان نبقى كلام كده صراحة، المسيحي بس اللي متوفر له القداسة. يعني دايما الواحد لما بيتولد، انا اتولدت لقيت ابويا مزارع، مزارع ابن عم ابوه كان دكتور طلع دكتور. ربنا بيقول كده انا قدوس اولادي قديسين. عشان كده ابونا في نهايه الجسم يقول ايه، قدس نياتنا وافهمنا واروحنا وكل ده، عشان نوصل للدرجه اللي نقدر نقول لك يا ابانا دون القداسة أنت مش أبويا. معايا؟ فالنقطة الأولانية لازم روحياتنا تتناسب مع ثقافتنا ووعينا وفهمنا وعقيدتنا وكنيستنا، ما يبقاش أجل من كده، ما يبقاش أجل من كده، ما يبقاش مركون ورا، ما يبقاش مش باين عليا ملامح كنيستي فيا. النقطة الأولانية ثقافتنا ومعرفتنا تتناسب مع روحياتنا. أنت واعي وعارف وشاطر وناصح، ما ينفعش يا شمشون تسيب الهيكل وتروح فلسطين. أنت عارف فلسطين ده أرض غريبة، أرض لا يذكر فيها اسم إلهك، تروحت ليه؟ رحت عند مين؟ ما تصحى، هو أنت مش عارف؟ الدنيا كلها بتقول لك فلسطين مش بتاعتك، دليلة مش إنسانة مؤمنة. إيه اللي ودك هناك؟ ما هو لابد من أن تكون روحياتنا تتناسب مع العلم اللي احنا فيه. ما انت عارف واعي وشايف. خلي بالكم الآباء علمونا زمان كانت الخطية عبيطة، اول ما تخش في واحد تتكفش. النهارده لا، الخطيه النهارده ناصحه، بتحط نفسها حته وبتتخف، محدش بيشوفها، تبتدي تتصل بصحاباتها تاخدهم وتدخلهم في الانسان. السقوط النهارده صعب القيام منه، خلي بالكم. وان ما عرفتش تبقى قديس في شبابك هتبقى كسرت القاعدة. اذكر خالقك ايام شبابك، لو ما عرفتش تبقى تحيا القداسة في هذه السن انت كسرت القاعدة، هتتعب. حتى باقي الآية مؤلم، اذكر خالقك ايام شبابك احسن لك قبل ان تأتي ايام الشر وتجيء السنون وتقول ليس لنا فيها سرور. اللي معاش شبابه مع ربنا بيجني ده في كبره، بيجني ألام البعد عن الله لما يكبر. الآية بتقول كده، لابد من أن تكون روحياتنا تتناسب مع ثقافتنا ومعرفتنا وإيماننا وعقيدتنا وكنيستنا وإنجيلنا. معي؟ اتنين، روحياتنا تتناسب مع احتياجنا لربنا. احنا محتاجين ربنا. تقول انا عايز ربنا، هقول لك بأمارة ايه؟
والإجبية بتاعتك مسجعة مش سخنة. الإجبية تكون سخنة سخنة مفتوحة على طول. انت منتظر حد وثني يقول لك مالك نايم، قم اصرخ الى الهك. ايه ده مالك نايم؟ ما خلي بالكم، خلي بالكم، ان فضلت نايم واسمحت الصوت ده هيسمح ان تدخل جوف الحوت. هو خلي بالكم ايه اللي نفع يونان؟ انه في جوف الحوت صحي وصلى واثق ان ربنا هينقذه. انت لو انتظرت في جوف الحوت ما قدامكش غير جوف الهاوية. نحن الان في جوف السفينة. مالك نايم؟ اصلا عايز ربنا بأمارة ايه؟ الاشبية بتاعتك متلجة ما تفتحتش. بأمارة ايه مالك نايم؟ قم اصرخ لإلهك، صراخ يتناسب مع احتياجك لله. الضغوط اللي علينا تحتم علينا الصراخ الدائم. احنا ما صليناش صلوات تتناسب مع احتياجنا، مع الاضطهادات، مع الضيقات. احنا منتظرين ايه؟ لغايه ما الحوت يبلعنا عشان نصلي؟ اثنين، روحيتنا لا تتناسب مع احتياجنا لله. فين انت من الانجيل؟ الانجيل خلي بالكوا ده المقرر، ده المنهج بتاعنا، وعمرك كله الفترة الدراسية. الانجيل بتاعنا ده المقرر، ده المنهج، تدرسه وتعيشه وتصرخ كده وتقول له اكتب اعمالي تبعا لاقوالك. مش كلام، مش دراسه بس، حياه. فين انت من ده يا اللي محتاج ربنا؟ ما هو ربنا هو، ربنا يدخلوا له من ده، ربنا يدخلوا له من الانجيل اللي انت ما مش بتشوفه كل 3 اشهر مره. فينك انت من الانجيل؟ الانجيل حياة مش كلام. لابد، خلي بالكم، لابد ان تضاهي اعمالنا اقوال الله. لابد من ان تضاهي، تشابه، تطابق اعمالنا اقوال الله. يلا يا جدع بك، انا محتاج ربنا. فين؟ بأمارة ايه؟ بأمارة إيه انت محتاج ربنا؟ كلام كلام. انت مش محتاج ربنا، انت مش عايز ربنا عمليا كده. انت نظريا بتحكي لكن عمليا انت رافض الفكرة. احنا اكتر ناس محتاجين ربنا. مشوار السماء يبدأ من هنا. المسيح الناصح ان لم يحيى ابديته كاملة من على الارض مش هيكمل فوق. أبديتك تبدأ من هنا يا مسيحي. اوعى تتخيل ان لك مكافأة تاخدها في السماء. مكافأتك انت خدتها هنا. عشان كده يقول الذي عنده يعطى والذي ليس عنده. انت عندك السماء جواك، نكمل في المجد، لكن انت مش حاسس، مش هتكمل. فين انت من الخدمة؟ الحصاد كثير. فينك انت؟ فينك انت؟ فين شغلك في ده؟ فين شغلك في الخدمة؟ حتى اشتغل من اجل المكافأة، حيث اكون انا هناك خادمي. ايه ده يا اخي؟ بص على المكافأة تحب الخدمة، بص على المكافأة تجري ورا الناس وتدور وتسأل وتشوف. احتياجنا لله يقول كده، احتياجنا لله يقول كده. فين انت من الخدمة؟ فين فين محبة الله وقريبك؟
خلي بالكم انا دايما اقول ربنا ده ناصح بشكل اسف انجاز التعبير، كان ممكن يقول الوصية العظمى حب قريبك بس. تسأل واحد بتحب ربنا؟ بحب موت. لكن ربنا حط لها تيست، حط لها ترمومتر اختبار، ها، وقريبك وقريبك. عارفين حب ربنا يعني ايه؟ وحب الله من كل قلبك يعني عبادتك، عبادتك، صومك، صلواتك، مطنياتك، اعترافاتك، تناولك، بحب ربنا. وقريبك التطبيق العملي على أرض الواقع للخط ده كله. أنا بصلي، بصوم، بعترف، بتناول، ده خط العبادة، حب الرب إلهك ده. قريبك ترجمة ده على أرض الواقع، لازم قريبك يستفاد بعلاقتك بربنا، دي الخدمة. مش أقول لكم السامير الصالح، ده كلام قديم، كلام قديم. فينك انت من ده؟ فينك انت من ده؟ فين المربع اللي انت فيه؟ انت كل يوم في حتة، كل يوم في مكان، مفيش نمو واضح باين، مش كل يوم بتجرب خطوة. الأولانية روحياتنا لا تتناسب مع ثقافتنا وعقيدتنا وكنيستنا، محتاجة زجة كمان شوية. 2، روحياتنا لا تتناسب مع احتياجنا لربنا، مع احتياجنا لربنا. 3، روحياتنا لا تتناسب مع المعطيات اللي فينا او اللي اخذناها. بولس الرسول بيستغرب حاجة غريبة قوي. يعني دايما احنا بنوعظ احيانا نقول ايه، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. بولس الرسول صاخ بشكل غير كده، أما تعلمون؟ بيبصنا كده ويستغرب، أما تعلمون؟ إيه بولس قول، أنتم مش عارفين إنكم هيكل والله ساكن فيكم؟ لا ما نعرفش. أديك عرفت، أديك عرفت مصدر قوتك فيك. ولا تدور على مزود، ولا تدور على أورشليم، ولا تدور على فردوس، ولا تدور على ملكوت. بص جواك، الله يسكن فيك، دي كينونتك. عايز اشوف المزود، عايز اشوف الفردوس، عايز اشوف الملكوت. اما تعلمون، انتم مش عارفين. لا مش عارفين، شكلنا كده وتحركاتنا الروحية وحياتنا وخدمتنا تقول ان احنا مش عارفين. عشان كده بولس بيستغرب، اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله ايه ده يا اخي، ما كنتش اعرف. اديك عرفت، اديك عرفت. خلي بالكم، الاحساس بوجود الله يعطيك نصرة. شوف الخطية لما تعرضت على يوسف، الست بتقول له عايزين نعمل خطية، يقول لها ايه؟ كيف؟ كيف؟ ما هو خلي بالكم كان لسه قدامه بولس الرسول بيقول، جاي من ورا كده بيقول، أما تعلمون أنكم هيكل الله؟ هي تقول له الخطية، وإن حاز يوسف إلى الله. كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ مرة في واحدة ست بتقول لراهب، أنا عايز أعمل معاك الخطية الوحشة. قال لها ياه، لا لا تحت أمرك، البلد بتاعتكم فيها سوق، فيها ناس كتير، ده يوم إيه؟ قالت يوم السبت. خلاص يوم السبت نتقابل في السوق ونعمل الخطية في السوق قدام الناس. قال لها طب أنت عايزة فين؟ في الأوضة. قال لها يوسف قال الله في الأوضة، كيف أفعل؟ والله هنا تخاف من الله ولا الناس. الإحساس بوجود الله، أما تعلمون؟ يوسف قال أنا عارف. الإحساس بوجود الله يعطي نصرة. أنا بحكي على المعطيات اللي بولس الرسول بيشاور عليها، أما تعلمون؟ أما تعلمون؟ أنت مش عارف؟
لا مش عارف اديك عرفت. شوفوا هقف عند الخطية دي شوية. كان يوسف الصديق عنده كام سنة لما سمى الشر الخطية دي تسمية مرعبة، تصنيف لهذه الخطية مرعب. ما كانش كمل 20 سنة يمكن معايا، ما كانش كمل 20 سنة وقال هذا الشر العظيم. مرة كنت أنا والأباء ومعنا شوية أرخنا منكو، ودخل واحد بيجري، أنا هشاور لكم على الخطية دي بس، ودخل واحد بيجري، مالك يا ابني؟ أصلا دبحت واحد موته. ياه ده في وصية من العهد القديم، لا تقتل يا أخي وحب عدوك وإلى خيره. أهو لقيت الأباء قال استنى 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 تفضل حبيبي، إيه هتقولوا إيه؟ الرجل قاتل، استنى بس استنى. وخدوا بيحكوا معاه 10 دقايق، واحد تاني دخل بيجري، مالك يا ابني؟ انا سرقت 500,000. سرقت؟ مش في وصية من العهد القديم لا تسرق؟ القى على الله همك وهو يعولك، الله الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. فين انت من ده؟ لقيت ابونا تدرس بيقول استنى 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 اتفضل حبيبي اتفضل يا ابونا هتعمل ايه؟ استنى بس. وبيحكوا التالت بيجري، مالك يا حبيبي؟ انا كنت بزني. لا هذا الشر العظيم ملوش حلول، احنا لا نجيز القتل ولا السرقة، لكن في حيثيات، في دوافع. لكن ما هو دافع الزنا؟ بس انا عايز احكي في دي، عبادة الذات وغياب الله. كنت ماشي مرة في دير من الأديرة، الطهارة تقربنا من الله، قلت ياه النجاسة مفروضة، الطهارة تطلب، اجتهدت. الطهارة تقربنا من الله. روحياتنا لا تتناسب مع المعطيات. أما تعلمون أنكم، عايز أشوف المزود، مزود إيه؟ عايز أشوف الملكوت، ملكوت إيه؟ أحد القديسين قال يا رب لو دخلت السماء ما لقيتكش يمشي، أنا عايزك أنت، أهو جواك، أهو جواك. المعطيات تحتم علينا أن يكون أن تكون حياتنا أرقى وأسمى، تتناسب مع ما أخذناه من الله لأجل ذلك. تلخدت كله عشان روحياتك بس، مش عشان حياتين. واحد روحياتنا تتناسب مع ثقافتنا ومعرفتنا وكنيستنا وعقيدتنا. 2 تتناسب مع احتياجنا لله. احنا محتاجين الله بأمرة ايه؟ ما توريني، وريني الصراخ، وريني الصراخ. مين فينا بيصلي ويبقى كده وهو نايم مبسوط؟ صلى صلى شفت امبابه شو لما كان بيربط شعره في السقف؟ ما كانش عايز يسهر، كان عايز يتمتع بالله اكتر. خلي بالكم المصلي ياخد مكافاه فوريه، المصلي بياخد مكافاه فوريه. كونه يكمل دي مكافاه، انا ببتدي بس كون يكمل دي مكافاه، دي مكافاه. عشان خلي بالك لو كنت مش بتصلي، انا هقول كلمه صعبه شويه، يبقى ربنا مش بيحبك ولا رضى عنك. ليه؟ أبونا في نهاية القداس يقف كده يقول وأيضا فلنشكر الله جعلنا أهلا نقف في هذا الموضع. ياه نشكرك يا رب أنك سمحت لنا أن احنا نقف هنا. فكوني مش بقف قدام ربنا يبقى ما سمح ليش، عشان نبقى كده صراحة، عشان نبقى كده صراحة. 1 روحياتنا تتناسب مع معارفنا وثقافتنا وعقيدتنا. 2 مع احتياجنا ربنا. 3 مع المعطيات بتاعتنا. 4 تتناسب مع السن بتاعنا. احيانا نعترف اعترافات لا تتناسب مع سننا. ايه ده؟ لا انت كبرت. لا احنا غالبا، متاسف انا عن نفسي، غالبا حياتي الروحيه وقفت عند 3 اعدادي وبطول بس. روحياتي وقفت عند 3 اعدادي وبطول بس. فاكر القديس غصنص قال ايه؟
برارة الأطفال ترجع لضعف أعضائهم. يعني قداستنا كانت زمان تتناسب مع سننا، أول ما كبرنا لا لا، لابد من أن تتناسب روحياتنا مع السن بتاعنا. أول ما لوط كبر شوية بدأ يسيب المذبح وبرام ويجري ورا أرض البهائم المعشبة. ايه ده؟ ايه يا ابونا لوط؟ ده انت كينونتك كان تعريفك السائر مع برام، كبرت سنك كبر وسبت المذبح وسبت السكة بتاعتك الواضحة القريبة من الله عشان أرض معشبة، عشان أرض البهايم. استنى رجع نفسك يا ابن لوط، انت درست الحتة اللي انت رايحها؟ درست تركك للمذبح هيعمل فيك ايه؟ ده انت سايب لنا إشكالية رهيبة بسقوطك مع بناتك. كبر كبر وطلع ساب المذبح وساب عشان كده لابد أن تتناسب روحياتنا مع سننا. كبرنا بدأنا نسيب ربنا، كل واحد شاف سكة وشاف طريق. يهوذا عمل كده، بص على 30 من الفضة ومبصش على ربنا، على المسيح اللي عاش معاه أكتر من 3 سنين خدمة. روحياتك يا يهوذا مش متناسبة مع ثقافتك ولا مع سنك. انت سبت كل ده عشان 30 من الفضة؟ داود لما أحمل الله سقط. خلي بالكم الخناجة والمشكلة والمعركة اللي كانت دايرة بين العامونيين في إسرائيل كانت على الله عشان ربنا. التابوت كان مخطوف والشعب كله رايح، وداود قال لا مش هروح. كده في صميل الثاني 11 أول كلمة: وكان وقت تمام السنة عند خروج الملوك إن داود أرسل يؤاب والجيش وظل هو في أورشليم. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت مش همك إن الله مش موجود؟ مش همك إن تابوت العهد رمز حلول الله وسطيكو مش هنا؟ بدأت تفكر في نفسك؟ أنت كبرت يا داود، أنت كبرت. الأولوية لسكن الله في أورشليم، أنت بتفكر إزاي؟ 5 روحياتنا لا تتناسب مع المكافأة التي تنتظرنا. كلنا عايزين السماء بس، عايزين الأبدية بس. فين روحياتنا اللي تجيب ده؟ فين روحيات بتاعتنا اللي تجيب ده؟ خلي بالكم السيد المسيح تعب فينا قوي، عشان كده ما ينفعش نهلك. ابونا بيقرا لك التحليل، قول له سمعني بتقول ايه، بتصلي لي ايه. ايها السيد الرب يسوع المسيح كلمه الله الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل الام المخلصه المحييه. يعني وهو بيفكك تالم، فخلي بالك من ده، خلي بالك من ده. انت رحت قلت الكلمتين بتعوتك والروح القدس موجود وبيدي تدبير وحكمة لابونا الكاهن على قدر امانتك. زي الدكتور لما تروح للدكتور وتقول له كل حاجة صح بيعرف يكتب لك عليه صح. فقلت الكلمتين وقال لك انا هقول لك انت الحل بتاعك جزاي. ايها السيد الرب يسوع المسيح كلمة الله الذي قطع كل رباطات من قبل الام المخلص المحياه. هو تألم عشان يبرأك، هو تربط عشان يفكك. لازم تعرف ده وتحافظ على ده
وتحيا من خلال ده. الأبدية بتاعتك محتاجة جهاد حلو قانوني مفهوم معروف بوعي بفهم. ثقافتنا روحياتنا تتناسب مع احتياجنا للسماء. خلي بالكوا السيد المسيح في أسبوع ألامه ربطوه بالحبال ووقفوه قدام ديوان بيلاطس، وبيلاطس بدأ يسأله أنت فعل شر. هو سأله سؤالين كانوا فروض سؤالين دي اللي يتسألوا لآدم وابن آدم، أنت فعل شر. سكت. أنت جعلت نفسك إله. سكت. فميلت على ربنا قلت له يا رب ما ترد عليه، أنت ما فعلت الشر وأنت إله. راح بص لي كده وعينيه ابتسمت كده، قلت له عايز تقول لي إيه؟ قال هصمت هسكت حتى أصير مجرم وأموت وتحيا أنت. الملكوت بتاعك جا من هنا، الحياة الأبدية جاتك من موت المسيح. عشان كده لابد أن تتناسب روحياتنا مع احتياجنا للسماء اللي المسيح تعب فيها. الحكاية مش بسهولة. عشان كده وانت بتتعمد وبيدشنوك ويخصصوك ويقدسوك لله بيرشموا عينيك، يقول لك دي مش ملكك. ملك مين؟ ملك العينين اللي اتلكمت. عينين المسيح اتلكمت لدرجة انها مش باينة. من هو ابرع جمال؟ هو ده الجميل؟ ده لا منظر له ولا اداه. عينك الدشنة يقول لك عينك دي متدشنة لده للي اتلكم على عينه، ودنك متدشنة لده اللي سمع التهزيق صعب، راسك متدشنة لده اللي حط فيها اكليل الشوك. واحسب كل ده، انت ملكه مقرس ومدشن. ملكه ده لما تيجي عروسة تاخدك، مش بنديها نقول للعروسة خديه كده على طول، ده مدشن للمسيح. نروح عاملين لك سر الإكليل، سر الزيجة، عشان تروح لعروستك بسر. هو بنفكك كده نقول لها روحي، ده مكرس ومخصص ومدشن لله، ما يروحش لأي حد إلا بسر، سر الزيجة اللي يوديك لعروستك. روحياتنا تتناسب مع ده مع السماء اللي تعف فيها المسيح. ستة، أعطيتكم سلطان تدوس الحياة والعقل. خلي بالكم الجملة الجديدة نوفي دي، أقوى كائن حي في البشرية المسيحي. بس اوعى واحد منكم يروح يعترف لابونا ويقول له انا اتغلبت. ابونا يستغرب، اتغلبت؟ هو في اقوى منك في الحياة؟ قول اضحك عليا تمشي، لكن اتغلبت؟ ابونا يفضل يدور كده، ايه ده اتغلب من مين؟ هو في كائن حي اقوى منك على ظهر الارض؟ فيش غير انت. هو الشيطان بيعمل شيطان ويتنطط، خلي بالك انت عبيط. ده في مناطق الشيطان لا يجرؤ يعدي من ناحيتها، لا يجرؤ. حيث سكن الله اعطيتكم سلطان. ايه ده وديته فين يا شمشون؟ وديت السلطان فين يا شمشون يا قوي؟ وديت السلطان فين يا داود يا نقي؟ وديت السلطان فين يا سليمان يا حكيم؟ وديت السلطان فين؟ كل واحد منا يسأل نفسه. الضعف الذي يدب فيه دخل منين؟ جاء منين؟ عشان كده بيقول كده انظروا الى نفوسكم، انظروا
إلى نفوسكم. ما فيش وقت تنظر إلى أحد غيرك، لك نفس واحدة ستعطي جواب عنها أمام الله، مالك إذن والآخرين؟ بص على نفسك، بص على نفسك. الشيطان يعرض ولا يفرض، يلح ولا يلزم، كل شيء يقولك تفضل، لا خلاص لا. لما لقاك مشغول ما يروحش، لكن لما لقاك مستني كل شوية معاك، كل شوية. خلي بالكم الأفكار الشريرة، خلي بالكم، خلي بالكم، خلي بالكم، خلي بالكم. تبدأ الخطيئة فكرة، تبدأ فكرة، خلي بالك من الفكرة، خلي بالك. لا يسكن رأسك سوى الفكر الذي تحبه. إيه رأيكم؟ لا يسكن رأسك سوى الفكر الذي تحب. اوعى تقول مش قادر على الأفكار، اوعى. لا يسكن رأسك سوى الفكر الذي تحب. عندما يجدك الله أمين في عدم قبوله يرسل قوة تطرده. عندما يجدك الله لا تقبل الفكر الشرير بأمانة يرسل قوة تطرده. محتاجين نصحى شوية، محتاجين اعترافاتنا تتغير، تتناسب مع جمالنا، مع معرفتنا، مع احتياجنا لله، مع كنيستنا، مع عقيدتنا. اعترافاتنا تتغير. الناس اللي مش مهتمين بأبديتهم شوف الاعترافات بتاعتهم ايه. انا سقطت يا ابونا بس بقوم بحاول، انا شفت مواقع مش حلوة لكن بدأت، انا اتكلمت على ناس بس انا ببطل. الناس اللي مش واخده بالها من العمر، من الثقافة، من ربنا، اسمعوا الناس التانيين اللي بيعترفوا. يا ابونا حللني، يا ابونا حللني، انا كان علي 50 مطانية عملت 40 وتعبت، كان مفروض احضر 3 قداسات في يونان انا حضرت 2 بس، يا ابونا بعد اذنك حللني. انا كان عمي فلان تعبان في البيت، كان مفروض اروح له الصبح، رحت متاخر شويه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ في اعترافات تقصير، تقصير وسلبيه، وفي اعترافات كلها خير، كلها خير. امتى عايزين نعرف كده مع بعض كده، امتى تكون اعترافاتنا كلها جميله، كلها جميله؟ فيش ابدا سقوط، ما فيش وقت، فيش وقت. ولا ثقافتنا تدينا فكره، متاسف تسمح لنا بالسقوط، ولا كنيستنا، ولا معارفنا، ولا 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 ولا. كل اعترافاتنا تبقى مختلفه قوي. يا ابني انا صمت للساعه 4 كان المفروض ل5، عملت شويه مطانات كان المفروض، صالحت ناس كان مفروض، اكلت غلابه كان مفروض، جبت بطاطين كان مفروض. ايه ده؟ ما دول بتوع السما، دول دول بتوع السما دول، اسف. لكن السقوط سقوط سقوط، ما فيش وقت، ما فيش وقت، ما فيش وقت. ثقافتك تمنعك انك تعمل كده، كنيستك تمنعك، عقيدتك تمنعك، روحياتك تمنعك، احتياجك لله يمنعك. آخر حاجة 7، لابد أن تكون روحياتنا تتناسب مع أننا قدوة. إحنا عندنا تكليف، خلي بالكوا لما قال أنت نور العالم، ده تكليف، ده شغل، مش أنت نور العالم، أنت نور. كان عارف لو حاجة خاصة بي، أنت نور، شكرا يا ربنا نور، شكرا. أنت نور العالم، ده شغل، ده شغل. لما العالم يضلم ويخبط يخبط، ربنا ما بيكلمهمش، بيرجع لنا إحنا. أين أنت من مصدر الطاقة؟ أين أنت من النور؟ أنت فين؟ السلك بتاعك راح فين؟ يا موسى النبي نورت إزاي؟ يقول لك عرفت أقعد مع ربنا، أنت قعدت مع ربنا؟ ده النهاردة واحد بيسأل أنت مسيحي؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو مش باين عليا؟ مش باين، مش باين عليا. شاكلت أهل هذا الزمان، شكلهم بالظبط، ثقافة وشكل ودنيا. أنت نور العالم. يا أدينا كم سنة نتناول ونجي الكنيسة، لم نتقابل مع الله بدل وجوهنا المعبسة،
ده موسى النبي اول ما نزل من السماء من الجبل مع ربنا بين اسرائيل سالوه يا عم انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ لقد راينا الله في ملامحك فنحن طائعون لك رايحين كنعان، يلا انت امشي واحنا وراك لان الله ظاهر فيك قدوه. شفتوا السيد المسيح في يوحنا، في انجيل يوحنا يقول ايه؟ يقول ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. عندما اتى الله الابن راينا الاب فيه، ركزوا معايا في دي بس، عندما اتى الله الابن في جسد انسان راينا الله الاب فيه، من راني انا والاب واحد. هرجع ثاني للايه، كما ارسلني ارسلتكم، لما جيت شفتوا الله الاب فيا، لما انا ارسلتكم شاف الله الابن فيكم؟ لا ما شافهوش. ما القدوة منين؟ ما القدوة منين؟ ادي انفسكم فرصة تقعدوا مع الله يعيد صياغة الملامح بتاعتنا، يطبع ملامحه فينا والناس تشوفه، الناس تسمع عن الله بس لكن ما شافوهوش في حياتنا، ما شافوهوش. احنا مقصرين في شغلنا، ده تكليف، انت نور العالم، ده تكليف لنا. الناس تعبانة، الناس في ظلمة، الناس بتخبط واحنا السبب. واحد، ثقافتنا روحياتنا تتناسب مع ثقافتنا وعقيدتنا وكنيستنا القوية، مهما كان، عشان نبقى صراحة، مهما كان في من ضعف، الضعف ينسب إلى أشخاص مش للكنيسة. كنيستنا قوية قوية. والحروب التي يشنها الشيطان على الكنيسة دلالة على قوتها، خلي بالكم عشان تبقوا مبسوطين وفرحانين. كنيستنا قوية، عايزين روحياتنا تتناسب مع ده. اتنين، تتناسب مع احتياجنا لله. ثلاثة، مع المعطيات. أربعة، مع السن اللي احنا فيه. خمسة، مع أعطيتكم سلطان. ستة، مع احتياجنا الأبدية. سبعة، احنا قدوة لازم يبان علينا، ده أكتر ناس مؤهلين أن نعلن الله للناس. يعني متأسف، يعني كل شيء يقول لك أنا عايز أبان في ملامحك. أنت اللي ما عندكش وقت تدي فرصة ربنا عشان يظهر من خلالك للناس.